انت سلعت المرأة؟ ابدا. انت قدمتها كسلعة؟ رح خبرك ليش. انا كمان بلاقي فكرة تسليع شو المرأة. لما نقدم المرأة جسد بس رح كمل. شو قدمت من فكر المرأة؟ رح جاوبك على الموضوع لانه كتير مهم هيدا الموضوع. قبل وقت معين بالثمانينات الموفمون الفيمينست اللي هو الحركات النسوية لحقوق المرأة كانت بتعتبر انه التسليع المرأة من قبل الرجل هي عم بتقلل من قيمتها وعم ترجعنا لورا وبدنا نحن اياهم المرأة والرجال يكونوا متساويين بطريقة هيدا. لكن اذا المرأة هي قبلانة وهي بدها تستعمل جمالها او مفاتنها بطريقة معينة تتجذب الرجال والرجال عم يوقع بهالشي، مين يلي مسيطر على التاني بيكون؟ المرأة هي اللي عندها باور.